بعد صلاة الاستخارة الواحد بيستنى مثلا حلم كويس، لا تمام. في الموضوع بيقلب بكوابيس وأحلام كتير وحشة كتير كتير. فده تفسيره عندك إيه؟ أول حاجة، لما أي شخص بيدخل على موضوع جديد، ارتباط، عمل، دراسة، فبيستخير ربنا في الأمر يعني. تمام. فالبداية بيكون إيه؟ ناس كتير معتقدة إن أنا لما أصلي استخارة فلازم هشوف رؤية. مش شرط خالص. من علامات الاستخارة الأساسية الأولى إن أنا داخل رؤية أكون نفسياً مستريح، يعني أنا أقوم من النوم ألاقي نفسي مستريحة جدا للأمر ده، إن كان أمر ارتباط أو عمل أو دراسة. أول ما أقوم من النوم ألاقي نفسي مستريحة جدا للأمر ده وعايزة أقبل عليه. فدي كده أول علامة من علامات الاستخارة. تاني علامة من علامات الاستخارة اللي هي الأمر بيتيسر أو بيتعسر. بمعنى إيه؟ لو أنا مثلا برضو في مثلا موضوع ارتباط أو بنت مثلا متقدم لها عريس أو أيا كان، هتلاقي ممكن مثلا أول ما تقوم من النوم تلاقي مكالمة خلاص الموضوع تم أو خبر حلو. دي برضو تاني علامة من علامات الاستخارة. تالت بقى علامة من علامات الاستخارة اللي هي الرؤية. إمتى أعرف إن هي رؤية وإمتى أعرف إن هي حلم الشيطان؟ الاثنين بقى طبعا اللي هيحدد الموضوع ده هو المفسر. أول حاجة الرؤية بتكون طبعا رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. بيدخل فيها الشيطان بيدخل. ده أساسي. تمام. الشيطان كان بيتحدى ربنا سبحانه وتعالى، بيقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فما بالك في رؤية؟ لا ده أنا هدخل معاكم في رؤية. فلما شخص مثلا أو بنت برضه بتشوف مثلا رؤية معينة وشافت رمز، سبحان الله. أنا دايما أقول لما بيكون في رؤية معينة بتلاقي في سبوت كده على رمز معين، ضوء ورمز ده هو الواضح، تقول لي أنا شفت رؤية أو حلم مشوش والدنيا متلخبطة وشفت بجري وبعمل وبعمل، بس في وسط ده كله مثلا حد اداني هدية أو لقيت نفسي مثلا لابسة خاتم يعني، بس أو لا خلاص الجزء دوت اللي انت لقيت نفسك لابسة خاتم وقمتي من النوم مثلا مستريحة ومبسوطة، دي خلاص كده من علامات الاستخارة، توكلي على الله في أمرك. أما بقى اللي هي الشوشرة والقلق والتوتر، إن في مثلا شوية لخبطة داخل الرؤية، دي بتكون تدخل من الشيطان داخل الرؤية بيحاول يفسد الرؤية اللي هي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى للعبد. كنا منزلين كده بوست على البيج بتاعتنا، ففي ناس طبعا بعتوا رسائل كتير لتفسير الأحلام، فمنها بقى واحدة بعت لنا بتقول عمري 26 سنة متجوزة وعندي طفلين، من بداية جوازي حصلت خلافات بيني وبين جوزي، انتهت آخرها بأن هي ذهبت إلى منزل والدي وتعقدت الأمور وأوشكنا على الانفصال. تمام. فهي صلت صلاة استخارة. تمام. حلمت بإيه بقى؟ بتقول شفت نفسي واقفة في شارع على مفترق طرق كده، بتقول أنا مش عارفة بالظبط عبارة عن إيه، وكنت أنتظر عربية بيوجد فيها أهلها. تمام. وهم بياخدوني معاهم وسابت جوزها ومشيت. تمام. وبعد كده بتقول ثم يأتي زوجي ويكون في حالة غريبة مش فاهماها، كان يشبه بالسكران يعني والعياذ بالله، ولكنه ليس كذلك، هو في طبيعته مش كده يعني. وبيطلب منها انه يركب، ان هي تركب معاه السيارة بتاعته يعني. بتقول بس هي رفضت وأصر على كده. بعد كده واكثر وأراه بهذه الحاله وافق على الذهاب، يعني هي ما كانتش برده موافقه على الايه الذهاب. وبعد كده راح حضنها في الشارع، وبعد كده صحت من النوم قبل الفجر. فبتقول لك اعمل ايه او تفسير ايه يعني في النهايه؟ راحت معايا ولا ما راحتش؟ دي الاهم. لا ما راحتش، يعني ما كانتش راضيه. تمام. هي رؤيه سبحان الله، هي اللي هي مفترق الطرق، اللي هي واقفه، هي فعلا عايزه تاخد قرار بالانفصال ومتردده جدا ما بينها وما بين نفسها، لان رؤيه ان الشخص يقف ما بين طرق معينه فمعنى كده ان هو فعلا في قرار معين مش عارف ياخده، قرار محتار فيه جدا. رؤيه ان اهلها جنب عربيه فمعنى كده ان في حد من اهلها هي هيتدخل للموضوع لحل المشكله دي. اللي انا شايفاه كمان هو هيحاول يتدخل، ولكن تدخله هيكون غير عقلاني، لان السكر في المنام فمعناه تغيب العقل. فمعناها ان الشخص ده ممكن هياخد خطوات، للاسف الخطوات دي مش هتكون عقلانيه. بس هي بتقول في طبيعته هو مش كده خالص. مش بطبيعته، الخطوات دي مش هتكون عقلانيه، ممكن هياخد قرار فعلا مش هيكون عقلاني، يعني القرار مش هيكون جد فيه. اللي انا شايفاه طالما هي ما راحتش معاه داخل الرؤيه او ما مشيتش معاه، فمعنى كده ان الامر هيكون لسه معقد وهيكون لسه في قرار هي هتكون متمسكه بيه اللي هو قرار الانفصال. يعني والله اعلم. الله اعلم. تمام. لو البكاء الشديد
في المنام بعد صلاة الاستخارة على أي موضوع كان بيدل على إيه؟ لو البكاء الشديد بيفرق جدا. لو بكاء شديد عادي أن أنا مثلا بعيط وفي حاجة معينة حسيت أن أنا يعني زي ما أقول كده البني آدم بتروح بيحاول يخرج طاقة سلبية منه، فدي معناها بشرى بالخير. في انفراج في الأمر، يعني لما أعيط في صلاة الاستخارة، ولكن بعد صلاة البكاء إمتى أخاف منه؟ بصريخ أو نواح، ده لا قدر الله بقى بيبقى في امر مكروه وغير مستحب هيقع. فالشخص اللي بيصلي استخاره وشايف اللي هو فيه نواح وفيه صويت او كده لا قدر الله، لا يبقى يتوقف يعرض عن الكلام الامر ده. هيكون فيه بجد شويه تعثرات في حياته، وربنا سبحانه وتعالى بيديله الانذار ما تاخدش الخطوه دي، والله اعلم. تمام. برضو في من رسائل البيج، يعني بتقول واحده بتقول شافت رؤيه بعد صلاه الاستخاره ان في شيء بيلف حوالين رقبتها، ما قالتش ايه هو الشيء ده، وبيخنقها. تمام. وبتحس بتضيق في التنفس جدا. تمام. دي بعد صلاه استخاره ايه؟ لو ارتباط يبقى مش قايله مش كده، قد يكون الامر ممكن يكون بسبب ضيقه او في تعطلات في حياتها او في امر متعثر في حياتها. قد يكون بسبب عين او قد يكون بسبب حسد، الدنيا مش ماشيه معاها مستقره، لان الطوء حوالين الرقبه في المنام فمعناها ان في قيود معطله الامر اللي هي بتسعى ليه. فلازم في الفتره دي طبعا عليها تتبع رقية الشرعيه، مهم جدا. يعني طب هي لو في حاجه تكملها ولا لا؟ لا، تكمل مع الرقيه الشرعيه، تشوف برضه زي ما قلت في البدايه الامر اللي هي مستخيره ربنا عايزه فيه ايه. لقيت نفسها الدنيا متيسره في الواقع، الامور بتمشي بسلاسه، الامر ماشي عادي بسلاسه بعيد عن الرقيه تماما، خلاص يبقى كده تتوكل على الله في الامر. ولكن القيود دي قد تكون بسبب عين او حسد.